بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الحمد، يوم أمس اللجنة المؤقتة لتصريف الأعمال فريق المغرب التكواني أعلنت عبر الصفحة الرسمية على رفع المنع بخصوص انتداب وتأهيل اللاعبين لا على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ولا على مستوى العصبة الوطنية لكرة القدم. هذه البشرة جاءت بعد عمل دؤوب وواحد الجهد كبير اللي قامت به اللجنة المؤقتة لتصريف أعمال، بطبيعة الحال ماشي بوحدة، بمشاركة مجموعة من الفعاليات والمسؤولين، وعلى رأسهم من هذا المنبر كنشكروا السيد عامل إقليم تطوان السيد يونس تازي على الدعم ديالو لا مشروط من هذا الفريق، كذلك الكاتب العام لعمالة إقليم تطوان، رئيس جماعة تطوان، رئيس المجلس الإقليمي السيد والي ولاية أمن تطوان، ومجموعة من الفعاليات الاقتصادية والمنعشين العقاريين اللي قدموا مجهودات مالية لا يستهان بها، واستطعنا في وقت وجيز أننا نرفع المنع 3 مليون درهم بخصوص الاتحاد الدولي لكرة القدم، و960 مليون تسوية 960 مليون بخصوص العصبة. وبالتالي هذه البشرة هذه هي لكل ساكنة تطوان، لكل جماهير التطوانية، ومن هذا المنبر كان طالب في هذه الظروف الحالية، وهي بداية واحد إن شاء الله النتائج تكون إيجابية في المستقبل، لكن بتضافر جهود كذلك الجمهور التطواني الغالي على القلب، وخصوصا من هذا المنبر كان طالب الجمهور والألتراس التطوانية أنها تلاحم مع اللجنة المؤقتة ومع الفريق ومع ساكنة تطوان، ونحاول ما أمكن نصلحوا بيناتهم، وباش يكون عندنا واحد دعم معنوي اللي كان طالبوا به من النهار الأول، باش أننا نحققوا نتائج جد إيجابية. كما قلت، كنا نطمح أن يكون رفع المنع وتأهيل اللاعبين قبل مباراة المغرب مع المغرب الفاسي، ولكن شاءت الظروف ان حتى لاخر لحظه لم نتمكن من تاهيل اللاعبين، وجاء الخبر يوم السبت يوم البارح، وحنا في استعدادات لمواجهه فريق اسفي الاسبوع المقبل ان شاء الله، ونبداو واحد البطوله ايجابيه اللي تفرح الجمهور التطواني وساكنه تطوان.